باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا في الواقع مستريح جدا ومعجب بفكرة وجود أفلام دينية، لأن الفيلم الديني يشبع الناحية الترفيهية عند الإنسان، وأيضا يشبع المبادئ الروحية عنده، فيجمع بين الدين والروحيات وبين الترفيه. وأنا أشكر الأخوة القائمين على هذا المشروع بكل مواهبهم الفنية والعلمية لإخراج هذه الأفلام. ووجود فيلم عن القديسة دميانة له معنى آخر، هو أنه وجود القداسة في النساء كما في الرجال أيضا، فكما يوجد شهداء رجال يوجد شهيدات نساء، وكما يوجد قديسون بين الرجال توجد قديسات بين النساء أيضا. وقصة القديسة دميانة تجمع بين مبادئ متعددة. أولا، إنها فتاة من أسرة كبيرة غنية، ولكن على الرغم من الثراء والرفاهية المحيطة بها، كانت تميل إلى حياة النسك، شاعرة بأن العالم لا قيمة له، وأن الإنسان يعمل لأبديته أكثر مما يضيع حياته في متع العالم. فعاشت ناسكة وهي إنسانة غنية تستطيع أن تتمتع بكل مباهج الحياة. والنقطة الثانية، أنها كانت إنسانة شجاعة، بحيث أن والدها حينما أغري لكي يبخر للأصنام انتهرته بكل شجاعة، وأعلنت أنها لا تعود ابن له إلا لو رجع واعترف بالإيمان أمام الإمبراطور، وهكذا فعل. النقطة الثالثة، إنها تحملت عذابات كثيرة جدا من أجل الرب، ولم تنل فقط إكليل الشهادة أي أنهم قطعوا رأسها، وإنما كان يسبق ذلك عذابات كثيرة من ألوان متعددة استطاعت أن تحتملها في بسالة وشهامة رفعت ذكرها في التاريخ الكنسي. النقطة الأخرى التي تضاف إلى حياة القديسة دميانة، إنها كانت لها الصفة القيادية، فهي لم تكن راهبة ناسكة فحسب، إنما استطاعت أن تضم إليها 40 من العذارة عاشوا حولها يتعلمون حياة البر وحياة النسك وحياة الصلاة منها ومن تعليمها ومن سيرتها. فنحن أمام إنسانة نالت إكليل الشهادة وإكليل البتولية وإكليل الرهبنة، وأيضا نالت مواهب القيادة والحكمة، وضحت بكل شيء من أجل أن تعيش مع الله. وترينا قصتها أن العالم كله زائل ولا شيء فيه يبقى إلا أعمال الإنسان الصالحة التي تتبعه بعد مفارقته لهذه الدنيا وتبقى معه إلى الأبد. أنا أهنئكم من عمق قلبي بإخراج وإنتاج هذا الفيلم عن القديسة دميانة، وأتمنى لكم نجاحا مستمرا في إخراج وإنتاج أفلام كثيرة عن حياة القديسين والناس الأبرار الذين عاشوا حياة مقبولة لدى الله. وربنا يقويكم جميعا. Thank you.
بستان الشهادة حود ريحانا مخضرة معطرة طول الطريق وسط بستان الشهادة تحكي تروي أحلى قصة أمانة من أجل المسيح بين جدران القصور ظهرت أميرة جميلة وأربعين بتور وأمام ظلم الطغاة أعلنوا الإيمان صحيح اتحملوا كل التكليف أعلنوا الإيمان صحيح اتحملوا كل التكليف اتعذبوا قدموا أحلى قصة شهادة من أجل السلام لك يا والدي. سلام ونعمة. عاوزين ايه؟ احنا بندور على عم سيلة. انا سيلة؟ انتوا مين؟ الانبا الكساندروس بابا الاسكندرية والملكة هيلانا والدة الامبراطور البار قسطنطين. وانا اثناسيوس تلميذ قداسة البابا. الملكة هيلانا سمعت عن القديسة ديميانا والأربعين عذراء الشهيدات جاية تزورهم وتبني كنيسة باسمهم. ربنا يديم محبتها ويعوض تعبها. يا ريت يا سيلة لو تعرف مكان قبرهم تدلين عليه عشان ناخد بركتهم ونحفظ عظامهم في الكنيسة. عظامهم دي أجسادهم بقالها سنين ما في زديتش. المجد لله في الأعالي. شوقتني أسمع قصتهم وجهتهم. من 50 سنة أو أقل كان الشهيد مرقص والد القديسة ديميانا بيبني مستشفى هناك ناحية وادي البرنس. أنا عايزكم تنتهوا من بنى المستشفى بسرعة والبركة فيك يا كبير البنائين. مجرد ما نخطط الأرض
هنبدأ في حفر الأساسات وكله ينتهي. عظيم عظيم. وانتوا ابعتوا لأطباء اسكندرية علشان يتعلموا. نزود الضرائب شوية. تاخدوا الضرائب من الأغنياء والقادرين بس، وإذا كان حد من الشعب يحب إنه يتبرع خدوا منه بدون أي إجبار. سيد الوالي مرقص، سيد الوالي مرقص. في إيه يا سيلة؟ ورثة البرولس والزعفران نورت قصر سيدي الوالي، نورت مصر كلها. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، أشكرك من أعماق قلبي على عظيم محبتك لي أنا عبدك الخاطئ. بسرعة يا خالتي. على مهلك، كنيسة الميامة قريبة. عايز أشوف دنيانا بنت الوالي غسلت عمك، بيقولوا حلوة قوي. على مهلك يا ابني. عاوز الحق جلابيه جديده وحته لحمه وحبه شعير. هم هيوزعوا الحاجات دي النهارده. ايوه بعد معموديه دميانا، المنادي قال كده. اعمدك يا دميانا بسم الله، اعمدك يا دميانا بسم الله، اعمدك يا دميانا بسم الروح القدس. بسم الله والابن والروح القدس. مسحه نعمه الروح القدس امين. امين. مسحه عربون ملكوت السماوات امين. امين. دهن شركه الحياه الابديه غير المائته امين. امين. مسحه مقدسه المسيح الهنا وخاتم الاله الحل امين. امين. اطمن يا مولاي، جيشنا مستعد، ولو فكروا مجرد تفكير في انهم يحاربوا الآلهة وكاهنهم الأعظم مولاي الإمبراطور دقلديانوس يبقى انتحار. لوسيان، بصفتك رئيس الوزراء، ايه أخبار الإمبراطورية بعد صدور قراراتنا الجديدة؟ الحقيقة يا مولاي الشعب كله فرحان بتنظيم الضرائب وبناء المستشفيات، وصدقني يا مولاي كل الأساقفة المسيحيين بيذكروك في صلواتهم. وإيه أخبار جوهرة الإمبراطورية مصر؟ الحقيقة يا مولاي أخيلوس حاكم الإسكندرية بيحكم بينهم بالعدل، والقمح ما بيتأخرش عن ميعاده. وإيه أخبار أعز صديق في مصر؟ تقصد مولاي الوالي مرقص حاكم البرولس والزعفرانة. الناس كلها بتحبه يا مولاي لعدله ولسماحته ولنزاهته ولطيبة قلبه. وبشر القديس مرقس الرسولي بالمسيح في كل رحلاته التبشيرية. وكان بياخد أسرته معاه رحلاته التبشيرية. القديس مرقس كانت حياته كلها للمسيح، عاش بتول. يعني ايه بتول يا ماما؟ بتول يعني ما تجوز زي العذراء مريم وبولس الرسول ويوحنا الحبيب وقديسين كتير حبوا حياة العشرة مع المسيح، فضلوها على كل كنوز الدنيا. مش عايز زيهم، انا بحب بابا يسوع قوي. كل الاطفال في السن ده بيسالوا كتير، حبهم للمعرفه بيزيد مع سنهم. دي بتسال عن كل حاجه تشوفها او تسمعها. خد بالك يا ابني من كلامك معاها، السن ده بيحفظ كل اللي يسمعه. دي عليها اسئله ببقى مش عارف ارد عليها اقول لها ايه، احيانا بحس ان الاجابه اكبر من سنها. سلام يا سيدنا. سلام والنعم. اهلا اهلا، زي الملائكه، ربنا يحفظك يا بنتي. يلا يا سيدنا يلا. واخداني على فين؟ ننزل الكنيسه نصلي ونقرا في الانجيل. وهنسيب بابا وماما لوحدهم؟ لا. طيب يلا معانا يا اولاد. انجيل معلمنا متى الاصحاح الخامس. ولما راى الجموع صعد الى الجبل، فلما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح
لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. معناها إيه الآية دي يا سيد؟ الآية دي معناها إن اللي يحب بابا يسوع من كل قلبه يقدر يشوفه. ماما ليه مش عايزين يروح عند بابا يسوع؟ علشان انت لسه صغيرة. بابا يسوع بيحب الأطفال، قوليه له يا ماما ياخدني عنده. علشان تروحي عنده لازم تصلي كتير وتسمعي الكلام. يلا بقى عشان ننام. حاضر. يسوع أنا بحبك من كل قلب، وسمعت كلامك اللي بيفرحني ويملاني سلام. أنت أغلى شيء في الوجود بابا يسوع، أنت بتحبني زي ما بحبك. أنا بحبك أوي، وسيدنا الأسقف وبابا وماما كلهم بيحبوك. أحبك يا رب يا قوتي، عطشت نفسي إليك، فمتى أبلغ الميناء بسلام؟ نفسي عطشت لرؤيتك يا مخلصي، فمتى يرتوي عطشي؟ يا حبيبي يا يسوع، لا تحرمني من رؤياك، لا تغلق بابك في وجهي. أيوة صديقتك وصلوا يا دميان. خليهم يتفضلوا. أهلا أهلا أهلا. بتصلي لوحدك؟ نكمل الصلاة مع بعض. بس هلالة لسه تعبانة وعاوزين نزورها، تيجي معنا؟ حاضر، بعد ما نكمل الصلاة ونطلب من أجل شفائها ببركة الست العظمى. كريالا يسون كريالا يسون يا رب ارحم. كريالا يسون كريالا يسون ارحمنا يا الله. كريالا يسون كريالا يسون اسمعنا وارحمنا. كنت عاوز اتكلم معاكي. خير يا امير مارسيل. كنت عاوز اقولك، قصدي كنت عاوز اعرف. اتكلم يا امير. طبعا انتي عارفه ان انا. صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير يا قائد الحاميه. على فين يا بنتي؟ رايحه ازور هيلانا عشان مريضه. والوالي عارف؟ ايوه استاذنت منه دلوقتي. ما تتاخريش. حاضر. دميانة. نعم. خدي حرس معاكي يوصلوك البيت المستشار. المسيح يحرسنا كلنا. سيدي الأمير. دميانة ربة الكمال والجمال. دي يا دوب من نص ساعة ابتدت تتحسن وقامت من السرير. دي بركة شفاعة العذراء. عندي فكرة وهتفرحكم صحيح. ايه رأيكم نعيش مع بعض في حياة الصلاة والعبادة، وناخد فرصتنا في الوحدة والبعد عن العالم؟ سمعت أخبار عن أشخاص تركوا العالم وسكنوا في البرية. يعني المسيح مبارك الطريق ده.
المسيح بينادينا وبيقول لنا احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف. إلهنا قوينا ساعدنا نقدر نقنع أهالينا بعد ما ناخد موافقة سيدنا الأسقف ومباركته لينا. ها خير يا أمير مارسيليوس، كنت عاوز تقول إيه؟ روح أنت دلوقتي يا فلوبوس. مولاي اتفضل يا مارسيليوس. في موضوع مهم جدا مش عارفه ابتدي ازاي. خير يا ابني؟ لو سمحت لي عايزه اتقدم واطلب ايد الاميره دميانا ربه الكمال والعفاف. من ناحيتي انا اعرفك كويس قوي، اعرف اسرتك ومستقبلك وكل اللي يخصك، لكن لازم نعرض الامر الاول عليها وربنا يسهل وتوافق. مش فاهم. أصلها رفضت قبل كده كل الخطاب والعرسان اللي تقدموا لها. تتوحدي؟ إزاي يا بنتي؟ مفيش حد قبلك سلك الطريق ده. في رهبان كتير سلكوا في الطريق ده وتوحدوا، وعلى العموم مش هكون لوحدي، هيكون معايا مجموعة من صديقاتي الروحيات. ما سمعناش عن حد من البنات فكر يعيش حياة الوحدة. أم النور عاشت حياة البتولية لحد ما تنيحت، هي تقويني وتعني بصلواتها. والوالي حيوافق يا بنتي؟ بصلواتك وبكلامك معاه هيوافق. صلي يا بنتي وربنا يرشدك ويقويكي. ربي وإلهي، أنت أحببتني وخلقتني وعرفتني ودعوتني، التفت إلي وارحمني حتى لا يبقى مكان في قلبي لحب شيء سواك. أفرق ضيقات قلبي، اشرق بنورك داخله، أعني يا إلهي فأنت معين المتكلين عليك. سلام يا سيدنا. سلام يا ابني. كنت عايزني في حاجة يا سيدنا؟ مش عارف ابتدي ازاي. طبعا انت عارف ان دميانة بنتي، دميانة عايزة تتوحد وتكمل حياتها مع المسيح. الحقيقة يا سيدنا انا من يوم ما ماتت امها وانا مش مخليها تحس باي فرق، بحاول دايما املى عليها حياتها. ازاي هعيش من غيرها؟ انا حاولت معاها يا ابني كتير لكنها مصممه. فكره التوحد عندها طريق للوصول للهدف الاسمى، المسيح. وانت موافق يا سيدنا؟ دميانة يا ابني اختارت النصيب الصالح. ربنا يعينك يا إبراهيم العهد الجديد، بتقدم بنتك للمسيح عن طيب خاطر. سيدي الوالي، سيدي الوالي تعبان ولا حاجة؟ أنا جهزت مراكب القمح والغلال للإمبراطور دقلديانوس. روح أنت مع القافلة يا سيلة. ما أقدرش أروح وأسيبك تعبان. ما تخافش اطمن، أنا مش تعبان. يا رب يا يسوع المسيح،
نور لي طريقي. يا ترى ايه اللي شغله كده؟ ايتها العذراء الطاهره، اسبلي ظلك السريع المعونة على عبيدك، وبعدي امواج الافكار الرديئه عنا، وانهدي انفسنا المريضه للصلاه والسهر لانها استغرقت في سبات عميق، لانك ام قادره رحيمه معينه والده ينبوع الحياه، ملكنا والهنا يسوع المسيح رجائنا. امين امين. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. السلام لك. اهلا يا سيدنا. ايه يا ابني مالك؟ الامير مارسيليوس اتقدم يطلب ايد بنت ديميانا. وانت رايك ايه؟ ارجوك يا سيدنا تحاول تخليها توافق، انت عارف نسبه وحسبه واخلاقه. اهدى يا ابني اهدى. نفسي افرح بيها، نفسي اشوف ولادها. بعد ما ماتت امها بقت هي كل حاجه في حياتي، ازاي هقدر اعيش من غيرها يا سيدنا؟ ازاي ازاي انا هطمن عليها؟ ارجوك ارجوك يا سيدنا خليها توافق ارجوك. ديميانا يا ابني اختارت طريقها، ما تبقاش انت العصره اللي في سكتها. طب وهنا يا سيدنا؟ خليها تعيش في مكان جنبك. بابا مش قادر يفهم فكره الوحده والحياه للمسيح. كل شيء في اوله بيكون صعب، مش ممكن هيتقبلوا فكره الوحده بسهوله. ده حتى بنت الوالي ابوها عاوز يجوزها. معقوله كل دي معوقات من عدو الخير اللي احنا بينصرنا عليه ويبدد كل عقبه في طريقنا؟ يا ريت نخلي ثقتنا في الرب يسوع. ووزع عين الرب على خائفيه، على الرجين رحمته، لينجي من الموت انفسه. نجينا يا الهنا. اين بتقول انك عاوزني يا والدي؟ بنتي الحبيبه ديميانا رفض الجواز، مصرة. طب أبوك الراجل العجوز يعيش لوحده؟ أبي عاوزة أعيش مع المسيح. خليكي معايا هنا يا بنتي، هيكون معايا بنات كتير ولازم نتوحد. هاتيهم يعيشوا معانا هنا في القصر، القصر كبير زي ما انت شايفة. ابنيلي بيت خارج البلد أعيش فيه أنا وصديقاتي مع المسيح، وبالطريقة دي أبقى قريبة منك، وفي نفس الوقت عايشين منعزلين للعبادة والصلاة. أرجوك يا والدي. مهما تكلف البنا يا عم متى ما يهمكش، أنا عاوزه يطلع متقن جدا. مش عايز البنا يتوقف أبدا لحد ما تخلصوا من بنا القصر. بمجرد ما ننتهي من حفر الأساسات هتشوف بنفسك أعظم بنا. أحسن حاجة في حياة الإنسان هي البناء. خسارة مرقص حبيبي ما جاش، كان نفسي أشوفه. هو بعت القمح والغلال وبيقول إن هو هيزور البلاط قريب يا مولاي. مرقص حكيم جدا. فعلا يا مولاي، وموضع ثقة والناس كلها بتحبه. يا ريت يا مولاي نضم ولاية الفرح لحكمه ونكسب حكمته وحب الناس، وبالتالي نضمن ولاهم. عندك حق لوسيان، ابعت مرسوم بضم ولاية الفرح لحكمه حالا يا مولاي. ازاي ازاي توافق يا مولاي الوالي؟ تقدر على بعدها؟ ما سمعناش ابدا انه بنات سلكوا الطريق ده، وازاي تشجعهم؟ انا ابدا. والقصر اللي بنيت؟ القصر ده انا بنيه لبنتي ديميانا ولصديقاتي معايا. يا اميره يا اميره انت حره في تصرفاتك، لكن هيلانا هيلانا بنتي نفسي اشوف اولادها. الحياه مع المسيح افضل، وده الطريق اللي اختاروه بإرادتهم. لكن يا أميرة. عن إذنكم. يا
هلانة. نعم يا والدي. أنا عاوز أطمن عليك يا بنتي. فكري. عن إذنك يا والدي. واضح إن الأميرة ملهاش يد. القرار من داخل البنات أنفسهم. السما هتفرح بعرايسها. لازم تعرفوا يا إخواتي إن قربنا بالمسيح مش هيجي غير بالطهارة والتواضع، والطهارة والتواضع مش هيجوا إلا بالصوم والصلاة والسهر والتعب. أمنا دميانة تقبلي تكوني أمنا؟ مسؤولة عننا، عن صلواتنا وأصوامنا وسهرنا. بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، نروح الكنيسة نشوف خدمتنا. يا رب يسوع المسيح ارحمنا. بتهرب من المجد الباطل. احنا احسن خلي سيدنا يقنعها. بسم الآب. بسم الآب. والابن. والابن. والروح القدس. والروح القدس. إله واحد آمين. إله واحد آمين. نقولها كلنا مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس. إله واحد آمين. ربنا يقويك انت واخواتك يا بنتي. عندي ليكي خبر حلو. المعلم متى البنا قرب يخلص شغله وقريب قوي تسيبه خدمة بيت الرب وتخدمه رب البيت يسوع المسيح فادينا. سيدنا رجاء محبة، اقنع دميانة تكون مسؤولة عننا. ربنا يرتب يا بنتي. حياة الجهاد الروحي هتبدأ بكرة، لازم نصلي بحرارة. المسيح إلهنا ما بيرفضش القلب المتواضع المنكسر. نخلي اتكالنا على الرب ونسير في طريقنا وهو يرتب لنا الخير. والروح القدس إله واحد آمين. احنا سيبنا العالم بإرادتنا، لكن العالم موجود جوه عقولنا، وعشان نطرده نرفض كلام العالم ونفتكر كل يوم إننا هندي جواب عن أعمالنا قدام عرش النعمة، ولن نخطئ ومخافة الله هتسكن فينا. وإذا أخطأنا نحاسب أنفسنا كل يوم ونصلي من أجل خطايانا علشان يغفرها المسيح له المجد. يجب أن نحاسب أنفسنا كل يوم ونفتقد حياتنا بالتوبة، والتوبة هي طاعة لأوامر المسيح له المجد. الأمير دوريسيوس أمين خزائن الإمبراطور. حضرة الوالي، معي رسالة من مولانا الإمبراطور دقلديانوس. عظمة الإمبراطور قرر ضم ولاية الفرمة لحكمي. مبروك يا مولاي. ألف مبروك يا مولاي. ارتاح يا أمير، الرحلة كانت متعبة. أبدا، المتعب هو الحياة في القصر. جاليريوس ورومانوس، والأفظع منهم كبير كهنة أبولون الوثني اللي بيحمل المسيحيين أي مصايب أو متاعب تحصل في الإمبراطورية. إذا مطرت السماء يبقى الآلهة بتعيط على اللي جرالها بسبب انتشار المسيحيين،
واذا جفت الامطار يبقى الالهه غضبانه على تسامح الامبراطور مع المسيحيين. اكيد الامبراطور مش هيسمح لهم بكده، لان المسيحيه دين محبه وتسامح، وكلنا بنؤمن بان اي تجربه لازم تكون بسماح من السيد المسيح. طب ولوسيان رئيس الوزراء؟ مش قادر يقف ضدهم لان مسيحيته تمنعه من التآمر عليهم. ربنا يحمينا كلنا. بالمناسبه لوسيان رئيس الوزراء عايز يخطب الاميره دميانا لابنه، وانا من ناحيتي اضم صوتي لطلب لوسيان. هي فين الاميره؟ احب اسلم عليها. الاميره دميانا قررت انها تكمل حياتها مع المسيح، عشان كده عايشه هي وزميلاتها في قصر خارج البلد. بلغ تحياتي واعتذاري لوسيان. دميانا اختارت النصيب الصالح، المسيح يحافظ عليها. يا اخت سلم، يا اخت فيدي، تعالوا معي. المتوحدة بتكون في حالة صلاة دائمة، سواء كانت بتشتغل أو بتاكل أو بتقوم بأي نشاط آخر. بكلامكم مع بعض ممكن تكونوا منعت أخت ليكم من تكملة صلاتها، تسببتم في تشتيت أفكارها. ويل لمن تأتي بواسطة العثرات. أخطأت، سامحيني يا أمنا. أخطأت، سامحيني يا أمنا. عليكم تدريب على الصمت لمدة أسبوع. يا رب المجد، لا تقم لنا هذه الخطية، ارحمنا، أعنا، نجينا، اغفر لنا، ساعدني للوصول بالسفينة إلى بر النجاة. يعني احنا هنسيب المسيحيين لحد ما يستولوا على كل شيء في الإمبراطورية؟ ما هو أسوأ شيء إن الإمبراطور ما بيهموش حاجة غير المال والقوة والنفوذ، بصرف النظر عن المعتقدات. لازم نشوف حل يعد لنا النفوذ والأتباع. ده حتى الذبايح والعطايا والهدايا بتقل كل يوم. لابد نخلي الإمبراطور يكره كل المسيحيين، مش بس اللي في القصر، لا، اللي في الإمبراطورية كلها. لازم نخلص من لوسيان رئيس الوزراء أولا، والبقية تأتي. يا مولاي لكانت ناجحت فعلتهم. شكرا وحمدا لآلهتنا أبولو وأرطميس اللي حفظوك من م�ؤامرة المسيحيين. يا مولاي المسيحيين؟ المسيحيين يا أورانوس؟ أيوة يا مولاي، وعلى رأسهم لوسيان رئيس الوزراء. لوسيان مولاي، الحمد لله على سلامتك يا مولاي. لوسيان الحبيب رئيس وزراء الأمير، شفت؟ عايزين يقتلوا الإمبراطور. الموت للخونة. الحمد لله على سلامتك يا مولاي. هل أصابك أي مكروه؟ ما أنت شايفه سليم معافى. أنا بحملك مسؤولية اللي حصل ده كله. أنت كنت فين لما أشعلوا النار؟ كنت نايم. لولا إن إحنا في حضرة الإمبراطور
انا كنت عرفتك ازاي تتكلم معايا. وهل تجرؤ؟ طبعا. ما انت عملت كده ومع مين؟ مع من هو اعظم مني. رومانوس كفايه، لوسيان العزيز حبيبي ما يستحملش الاهانات دي كلها. من الان فصاعدا يا مولاي، لا ابدي في ده حياتك. انا اللي هتولى حراستك بنفسي حتى لا يجرؤ اي خائن انه يكرر اللي اتعمل مره تانيه. احسنت احسنت يا لوسيان. انا عارف ان محبتك وحبك ليا هما اللي خلوك تقول الكلام ده. احسنت. شكرا يا مولاي. بس انا مش هسمح تاني مره انهم يولعوا النار ابدا. مولاي، فالموت للخونه يا مولاي. نعم، الموت للخونه. خد الرجل ده واقطعه رقبته. انا مش هنا الا بخبر موت. امرك يا مولاي. الوداع يا لوسيان. عايز يموتني. اكبر ضربة لاكبر مركز. مبروك. الامبراطور حكم بقطع رقبة رئيس الوزراء لوسيان. هي البداية فقط. ساعدينا بنورك يا ارتميسا، ساعدينا بقوة القمر. ترجع التقديمات والذبائح لمعابدك المنتشرة على الأرض، ونقضي على أتباع الدين الذي يهزم بقوتك، ونقضي على كل المسيحيين. لازم نكمل خطتنا للنهاية، لازم نقضي على أتباع المصلوب وتعليمه، ونرجع العزة للآلهة. بالهدوء والحيلة نقدر نعمل اللي فشل فيه كل أباطرة الرومان من أول حكم نيرون. نفسي أضطهدهم كلهم، نفسي أقضي عليهم في عهد دقلتيانوس. الوالي أخيلوس عايز ينفرد بحكم اسكندرية، ده تمرد. لولا شعب اسكندرية المسيحي اللي بيساعده ما كانش يقدر يعمل كده لوحده. أمال فين جيوش الرومان اللي بتحمي اسكندرية؟ للأسف يا مولاي، قائد جيش الاسكندرية الأمير ياستس بيساعد على التمرد ده وانضم إلى أخيلوس. يعني إيه؟ اسكندرية ضاعت؟ مش ممكن. جهز جيش واسترد اسكندرية ويعدم أخيلوس وياستس وكل أعوانهم. الإمبراطور مش هيرحمنا، مش هيرحم بنات ياستس. وهنهرب فين يا إيلاريا؟ نروح البرولوس. أبونا كان بيشكر في الوالي مرقس وبيأكد إنه من أعز أصحابه، وقال لي لو مت روح المرقس حاكم البرولوس والزعفرانة. وهنهرب إزاي والإمبراطور بيدور علينا في كل مكان؟ متخافوش، أنا كنت عاملة حساب اليوم ده. ايوه مستنيك هناك. قلت ايه؟ هاخد 1000 حته ذهب يا ست البنات، انت واخواتك الثلاثه. كتير. بنات الامير ياستس اللي بيساعد أخيلوس تمنهم غالي قوي يا ست البنات. موافق. السفر امتى؟ بكرة. بكرة في الفجر يا ست البنات.
ثروة ذهب. ناخد الذهب ونقتلهم. يا بيض، لا 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 لا، نبيعهم في سوق جوهري. مالك يا أمير؟ مين دول؟ ضيوف للوالي. ضيوف؟ آه ضيوف، بس الوالي في الفرمة، حوديهم عند الأميرة دميانة وأبلغ الوالي. أقول له مين؟ إحنا بنات الأمير يسطس قائد جيوش اسكندرية. وإيه اللي حصل لكم؟ يرتاحوا الأول وبعدين نعرف كل حاجة. يا أمينة دميانة، سيلة عاوزك ومعاه أربع بنات. خليهم يدخلوا، جهزي المائدة وجهزي مكان يرتاحوا فيه. حاضر. يا أخت أغادي، ابعتي سيلة لسيدنا الأسقف، العزارة هيزيدوا أربعة ولازم يكون موجود معانا. أمنا دميانة عاوزة سيدنا الأسقف يا سيلة. حاضر. اتفضلوا معايا، أمنا دميانة هتقابلكوا بعد ما ترتاحوا شوية. أمنا دميانة، احنا عايزين الوالي مرقص او الاميره بنته. امنا دميانه هي الاميره بنت الوالي مرقص. وانتي بنتها؟ بنتها في الايمان برب المجد. مش فاهمه. ارتاحوا، ولما تقابلوا امنا دميانه الاميره تبقى تقولك. اتفضل. وما تعرفش يا امير مارسيليوس هما جايين ليه؟ ابوهم فين وايه اللي جراله؟ مش عايزين يتكلموا ولا في حضورك يا جناب الوالي. وهما فين دلوقتي؟ سيلة خدهم عند الأميرة دميانة. ليه؟ ده أبوهم الأمير ياسطس وسني وبيعبد أبولون، يعني بناته طالعين زيه. أبدا، وشهم منور زي ما يكونوا لسه متعمدين. مناسب قوي التوب ده. متشكرة. جربوا جربوا. اللي بيحب الله بيحب كل الناس. احنا اخوات وبننفذ تعليم المسيح. فعلا أجمل التعليم. انتي مسيحية؟ يا ريت. طول عمرنا بنعبد أبولون لحد ما مات أبونا. رحت المعبد وبخرت وطلبت منه ينقذنا. وبعدين؟ كنا هنتباع في سوق العبيد أنا وإخواتي، وأنا في إيد تجار العبيد طلبت المصلوب. المجد الاسم والقدوس. وعدته وأنقذني أنا وإخواتي أعظم إله، والباقي نجاسة وشر. اللي يساعد الناس كده لازم تكون تعليمه سامية. علميني المسيح. يعني ده آخر كلام يا بنتي؟ أيوة يا سيدنا، هعيش مع أمنا دميانة أنا وإخواتي. أنا مش عايزة غير خلاص نفسي، ويسوع المسيح يقويني بتدبير نيافتك وتدبير أمنا دميانة. ربنا يقويك يا بنتي ويساعدك، ويبعد عدو الخير عنك وعن كل اللي معاكي، ويقوي أمنا دميانة ويرشدها. اذكرني في صلواتك يا سيدنا. صلوات القديسين يا بنتي. ربنا يقويك ويساعدك. الحصاد كثير لكن الفعل قليلون. ربنا معاكي ويرحمنا كلنا وينجينا من عدو الخير. أنا لازم أسافر علشان أشكر الإمبراطور دقلديانوس على ثقته فيا، وأشرح له ظروف ولاية الفرمة والاستقرار اللي احنا وصلنا له. الأحوال مش مستقرة في نيكوميديا. نستنى شوية لما نعرف حقيقة الموقف وبعدها بسافر. ما تخافش اطمن، مش هيحصل أي حاجة. أنا واثق من حب الإمبراطور ليا. الآلهة مش بتقبل عطاياك يا مولاي. الآلهة غضبانة منك. غضبانة مني؟ أنت بتقول إيه؟ اديتك الانتصار على الفرس، رجعت لك اسكندرية من أيدي أعدائك المسيحيين، نصرتك على كل مؤامراتهم،
انقذتك من الحريق وانت نايم في قصرك، اديتك العرش اللي انت قاعد عليه. ممكن تقول لي اديتها ايه؟ المسيحيين بيلعنوها، بيقولوا عليها حجاره سكنها شياطين. الرحمه يا ارتميس، الرحمه يا ابولو. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ لازم كل اللي بيسب الالهه يجي يطلب رضاها، يقدم الذبايح، يبخر لها ويسجد لها ويطلب المغفره. وان ما تجيش هنا تاني. ايه؟ بتقول ايه؟ سامحني يا مولاي، انت تقدر تعدمني على طول لساني مع جلالتكم، بس مش هتقدر على اسيادي والهتي اللي هتنتقم لنفسها بنفسها. الرحمه، الرحمه يا فلون، الرحمه يا ارتميس. من هنا ورايح شعب الامبراطوريه كله لازم يجي يسجد ويبخر لمنشئ الاكوان ابولون العظيم، واللي يرفض يموت. نحن نحبه لانه احبنا اولا وبذل نفسه عنا. النفس المحبه لله سعادتها في الله وحده. محبه الله هي فردوس كل النعيم الذي فيه شجره الحياه وما لم يخطر على قلب بشر. فمن يدركه لا يموت، لأنه يأكل بلا تعب من الخبز الذي نزل من السماء والذي يهب الحياة للعالم. فمن عاشت في حب المسيح تنسمت نسيم الأبرار بعد القيامة. والحب هو المسيح، لأن بولس الرسول يقول إن الله محبة. عشان كده لازم نحاسب نفوسنا باستمرار ونقول عملنا ايه من اللي بيحبه ربنا وعملنا ايه ما بيحبهوش ربنا، عشان نقدر دايما نتوب عن جميع خطايانا. والرب قادر ان يعيننا حتى نبلغ بر الامان والنجاة مع الابرار والقديسين. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الان وكل اوان وإلى ظهر الدهور، آمين. تفضلوا نصلي. ها، وأنت يا وزيري ماركلينوس بتعصي أوامري ومش عايز تبخر وتسجد للآلهة. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. وأنت دوريسيوس؟ الرب نوري وخلاصي، من من أخاف؟ عظيم. جاليريوس، أمرك يا مولاي. عاوز أسمع صراخهم هما الاثنين. تجربة شديدة، لكن بنعمة السيد المسيح هنعديها، وبقوة الإيمان هننتصر على الشيطان. انت هتعلمني اعمل ايه ولا ايه؟ ده واجب الصداقة يا مولاي. مولاي تفضل، تعال تعال وري لك اللي بيعصي أوامري بيحصل له ايه. ناوي تسجد لأبولون عظيم ولا لا؟ لا، لن أسجد إلا للإله
خالق السماء والأرض، يا رب يسوع المسيح، منحني قوة كي أشاركك أتعاب وألام صليبك المحيي. يا يسوع تحنن علي. ماركلينوس، سأسجد يا مولاي، سأسجد. وانت يا مرقص، عقلت ولا لسه؟ استمع يا رب بصوتي ادعو فارحمني، استجب لي، ثبت عبدك في الايمان يا يسوع. عمنا دميانا، ميعاد العمل. يا رب عين العميان عشان يشوفوا نورك ويمجدوا اسمك. يعني مش عاوز تسمع الكلام، هتموت. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحلو. شنو؟ لازم الإمبراطور يصدر أمر في شأنه. أحط ده مكانه. لا لا، ده ما يستحملش. الإمبراطور ممكن يعدلنا بسببه، عذابه إنه يفضل كده للصبح. أنا بحبك يا مرقص، بخر عشان خاطري. وسيب المسيح. أنت شيخ حكيم، والآلهة ادتنا النصر على الفرس وأعداء الإمبراطورية. إزاي تتعبد لمصلوب رمزه هو رمز الخزي والعار عند اليهود والرومان؟ أنا عبد الرب ومخلصي يسوع المسيح. بعد إذن مولاي، حرام تموت وبنتك الجميلة ديميانا تبقى جارية في القصر وممكن تتباع في سوق العبيد. ويا سلام لو قلنا للإمبراطور إنك مخبي بنات يوستس الخاين عندك. البنات مش عندي، عند ديميانا في القصر. هتسجد ولا لأ؟ أنا هعمل كل اللي تقوله عليه. حكيم يا مرقص. إزاي حالك يا غابي يا بنتي؟ بخير. أمنا دميانة عاوز أبحث ثمنهم. حاضر. أهلين يا شطرة. سيلة، اهلا يا سيلة. معايا سجاده وشويه قفه. دخلهم يا سيلة. ازاي حال البنات؟ بخير. مش عاوزين حاجه؟ قالوا لي هات لنا شويه قمح. مش هيرضوا.
يا ابن الظروف اتغيرت ويلزمهم قمح كتير. ما يرضوش ياخدوا حاجة ما اشتغلوش بيها. المسيح يقويهم ويصبر دميانة. يا سيلة سيلة يا سيلة، سمعت اللي حصل؟ اديني القمح خليني امشي. إيه إيه الكلام الكلام اللي سمعته عن الوالي ده صحيح؟ كلامي بقى ما تعرفش انه بخر لابو اللون؟ مين اللي قالك ده؟ الخبر مالي البلد كلها. انت بتقول ايه؟ الوالي ليه عمل كده يا سيدنا؟ الشيطان يا بنتي، ده مش محتاج حاجه من الدنيا، بخر الاوثان. طب ليه؟ عشان مجد العالم الفاني. محدش عارف ايه اللي حصل، نستنى لما يرجع ونساله. الحمد لله على السلامه يا مولاي. ازيك يا سيلة؟ صحيح اللي انا سمعته؟ المسيح دايما بينادينا، بينادي اولاده. يعني انا ممكن اسمع صوت المسيح؟ ايوه. واللي ما يسمعش صوت المسيح؟ الشيطان يمسك ودانه ويخليه يسمع حاجات مش كويسه. حب المسيح دايما يا دميانة، حب المسيح. الحمد لله على سلامتك يا ابي. بنتي دميانة، انا مش مصدقه اللي سمعته. بيقولوا ان الوالي مرقص بخر الاصنام، هو ده صحيح؟ بنتي انا مش قادره اتخيل ازاي هان عليك رب المجد اللي فدانا على خشبه الصليب بدمه واقمنا معاه وخلصنا من عبودية الشيطان. يا بنت أنا مش عارف أقول إيه. خفت على مركزك ولا على نفوذك ولا على ثروتك ولا حبيت تجامل الإمبراطور ونسيت أبديتك؟ يا بنتي دول هددوني بأكتر من الجاه والمركز والمال. هددوني بك أنت يا حبيبتي إنهم ياخدوكي جارية في البلاط بعد ما يقتلوني. يا ريتك كنت صمدت أمام تهديدهم، كان أشرف لينا نسمع خبر انتقالك من أن نسمع خبر خوفك على نفسك وعليا. ضعفت قدام تهديدهم ليا بيك يا بنتي. أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا يا دميانة. أنا مش مهم يا بنتي، مش مهم. يعني بعت المسيح علشاني؟ وأنت اللي علمتني الحروف الأولى من الإيمان بالمسيح وإن قوة المسيحيين ما بتظهرش إلا في الشدائد. اللي حصل يا دميانة ما يعبرش عن إيماني اللي جوايا. من ينكرني قدام الناس أنكرها أمام ملائكة أبي الذي في السماوات. أنا غلطت يا دميانة، غلطت. دي مش غلطة، ده هلاك. الكتاب بيقول من ذبح على آلهة أخرى يهلك، كل آلهة الأمم نجاسة. ما تخافش عليا، روح أعلن إيمانك بالمسيح، مش مهم اللي يحصل بعد كده. خيرا لي أن أسمع خبر استشهادك من أن تموت ذليل جاحد عبد للشيطان. اغفر لي يا ربي يا يسوع، اغفر لي انا عبدك الخاطئ، اغفر لي انا الجاحد، انا الذليل المهان، اغفر لي يا يسوع. Thank you.
عبد الشيطان. أنا مسيحي، أنا مسيحي، مسيحي. أنت بتقول إيه؟ أنا عبد الإله ومخلصي، رب المجد يسوع المسيح. أنا لا أؤمن إلا بالآب والإب والروح القدس. مجنون. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي. اغفر لي، اغفر لي يا رب يسوع، اغفر لي، اغفر لي. ارموه في السجن. الشيطان قدام الإمبراطور بشجاعة وقوة، بس مالك يا سيلة؟ الاضطهاد وسفك دماء المسيحيين في كل مكان، دورنا جاي. سيلة، إن كان الله معنا فمن علينا؟ حبيبي مرقص مات. مرقص خاين، مرقص مخلص مطيع. أكيد حد أثر عليه، خلى يخونك لو أعرفه. أصل قول ما تخبيش عني أي حاجة. الوالي مرقص
عنده بنت اسمها دميانة قاعدة في قصر بتتعبد المصلوب ومعها 40 عذراء وبتعصي الشعب ضد أوامر مولاي دقلديانوس. وليه ما قلتليش قبل كده؟ البنت دي خطر على الإمبراطورية كلها يا مولاي. عايز أمير يكون قلبه حجر. نبعت نجيب الأمير مكريانوس يا مولاي. لا، أنا تبعتولي تجيبوا الأمير زيلوس. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. والمجد لله دائما، آمين. مولاي الإمبراطور المعظم دقلديانوس، جبت الأمير زيلوس؟ الأمير زيلوس. الأمير زيلوس في خدمة مولانا المعظم الإمبراطور دقلديانوس. زيلوس، خد 100 جندي من اللي قلبهم زي الحجر واطلع الزعفرانة اقتل كل المسيحيين اللي هناك، مش عايز ولا مسيحي على أرضي. وبعد كده تطلع البرولوس تقتل دميانة والعذارى اللي معاه بطريقة العبيد، بطريقة مهينة. أمر مولاي. زيلوس، حاول تتفهم معاها، اوعدها بالمال بالجاه بالسلطان، واذا رفضت عذبها وبعد كده موتها. امر مولاي. سيبوهم للنسور تاكلهم. الإمبراطور لازم يعرف احنا متمسكين بالمسيح قد ايه. اللي عاوزة تهرب من التجربة تخرج من باب القصر بهدوء، الحرب هتكون شديدة. كلنا معاك يا أمنا، لنا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ربي عنا يا مخلص. بسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. مين؟ إلى
زيلوس رسول الامبراطور دكتريانوس. افتح الباب يا غالي. اهلا يا امير زيلوس. السلام للاميره ديميانا رمز الجمال وفخر الممالك. تحت امرك. الامبراطور سمع عنك وامر بالهدايا والذهب وكل اللي تطلبيه. والثمن؟ تجحدي المصلوب وتعبدي آلهة الرومان أبولون وأرتميس. معقول أعبد شوية حجارة سكنها شياطين وسبتم الإله الحقيقي خالق السماوات والأرض؟ روح لإمبراطورك ورجع له هداياه وذهبه. مش قبل ما أقطع إيديكي وأكويكي بالنار وأشوه جمالك. مسكين الشيطان مسيطر عليك، ربنا يرشدك لطريق النور. علقوها على الهمازين، قطعوها. مع بلدها. نزف الدم كتير، مش هتستنى للصبح. خسارة في الموت. متمسكة بإلهها. إذا عاشت للصبح لازم أخليها تغير رأيها في المصلوب. إليك يا رب صرخت، أسرع إلي إصغيلة صوتي عندما أصرخ إليك يا إلهي. اسمك يا رب.
دي زمانها ماتت وشبعت موت. مش ممكن، مستحيل، ده سحر. اقتلوهم، اقتلوهم كلهم. حطوا عليها ملح وخل وجيل حي. البلد مات بسببك. بخري الابولون وانا اوعدك اني همشي على طول، واعبدي المصلوب على كيفك بعد كده. هل يقدر اعمى ان يقود اعمى؟ اما يسقط الاثنان في حفره. ايها الجنود اكملوا. الرجال ما يستحملش العذاب ده كله وهي بتبتسم. بتصلي. حطوها في الزيت المغلي. ارحمنا يا إله دميانا، نشهد لقوتك. ارحمنا يا عظيم الآلهة، نشهد لمجدك يا يسوع. وفي ايه تاني؟ وفيه جنود سجدوا للمصلوب. اقطع رؤوسهم كلهم، حط دميانة في السجن، مش عايز اسمع عنها اي حاجة. انا تعبت تعبت تعبت. تقطع راسها وترتاح وتنتصر عليا؟ لا، لازم تبخر الاول، لازم تبخر الاول. فكر المسيح انتصر عليه. طب هم شويه، دميانة واقفه قدام خيمته اهي. مش مكفيكي دم كل اللي ماتوا دول؟ دول نالوا كليه الاستشهاد وارتاحوا من تعب العالم، راحوا عند المسيح وانا هحصلهم. دميانة انت كريمه الاصل، سيرتك بيتكلم عنها كل الناس. بخري الابولون وانا اوعدك لكم عيون ولا تبصرون،
لكم أذان ولا تسمعون. ليه؟ ليه بتعبد الشيطان؟ بص شوف نور المسيح مخلص العالم وخالق جميع الأشياء. الظاهر أن التفاهم معاكي مش هيجيب نتيجة. ديدوس هات أدوم واخبطها على دماغها يمكن تغير رأيها. أنا عبد المصلوب. ديدوس! ديدوس! أنت بتقول يا ديدوس! مجنون! ديدوس! مجنون! إيه في إيه؟ أنت لسه نايم. زيلوس قطع جسد دميانة ورماها لوحوش الغابة. يلا يلا بينا نكفنها ونخبي جسدها قبل ما الوحوش تاكلها. يلا بسرعة. يلا. بس مش ممكن الوحوش تاكلها لأن المسيح مش هيأذن لها. يلا. لك أقول أيتها الإبنة المباركة دميانة، قومي من غير فساد. وذا الآن أعددت لك إكليل عرسك السمائي في فرح الدائم، وها أنا ذا أجعل اسمك ينادى به بالعجائب في هذا الموضع الذي تبنى فيه كنيسة باسمك، وتأتي الجموع من كل مكان، وتحل بركتي وبركة أم العذراء مريم في هذا المكان إلى الأبد. عددنا بقى 20 وغايتنا اللي كمان. اصدر امر بعدم. ما انا قتلتها قطعت جسمها كله والمصلوب رجعها تاني. اقطع راسها بالسيف. خلاص اقطع راسها بالسيف هي والاربعين عذراء معاها. حتى طريقة موتها تتحكم فيها. We'll be right back.
القديسة دميانة أو دميانة كما يطلق عليها أهل المنطقة في براري بالقاس بمحافظة كفر الشيخ فيما كان يعرف قديما بالبرولوس والزعفران وذلك لوجود بحيرة البرولوس في نطاقها. ومساحة الدير حوالي 2 فدان أو نحو 8000 مترا مربعة وهو مستطيل الشكل يحيط به سور كبير يضم جميع مباني الدير وكنائسه. وفي الناحية الشرقية الجنوبية للدير توجد ربوة مرتفعة تسمى بالأرض الحمراء ويقال أن هذه المنطقة تعلو القصر الذي بناه مرقس والي البرولوس لابنته دميانة في نهاية القرن الثالث الميلادي. وقد سميت بالأرض الحمراء نسبة إلى أنها ارتوت بدماء الشهيدة العظيمة وصاحباتها 40 عذراء وغيرهن من الشهداء، وهو ما تحاول الكشف عنه عمليات التنقيب في المنطقة والتي تقوم بها مصلحة الآثار المصرية. استطاعت سيرة القديسة دميانة العطرة أن تجتذب الملكة هيلانا والدة الإمبراطور البار قسطنطين لتتبارك من جسدها المقدس ولتبني لها مقبرة فخمة وكنيسة عظيمة في البراري قام بتكريسها البابا ألكسندروس 19 في عداد بطريقة الكرسي السكندري في يوم 12 بشانس 20 مايو وأن تكتذب الكثيرين ليقتدوا بحياتها وليلتمسوا بركتها وقوة طلباتها المستجابة عنها. ويضم الدير 6 كنائس هي كنيسة الشهيدة دميانة وكنيسة العذراء عمر جرجس المزاحم والكنيسة الأثرية وكنيسة السيدة العذراء التي تقع فوقها وكنيسة الأنبا أنطونيوس ثم كنيسة المنامة وهي أهم كنائس الدير لأنها تحتوي على قبر القديسة دميانة والأربعين عذراء ولذلك سميت بالمنامة. ذلك أرضا مني في طلب الرحمن عريسك أبدي معطيك كل النعمة كي يلهمني بقليل في وسط عجيبك ويعطيني الدليل في قوتك. ولازلنا نلمح على جدران هذا القبر المقدس رسائل وطلبات من محب القديسة والراجين استجابتها. بدأت الحياة الرهبانية بدير القديسة دميانة بالبراري بصورة بسيطة في عهد المتنيح الأنبا إندراوس أسقف دمياط السابق. وبعد نياحة هذا الأسقف الطوباوي في عام 1972 قام قداسة البابا شنودة الثالث بسيامة الحبر الجليل نيافة الأنبا بشوي أسقفاً لدمياط وكفر الشيخ والبراري لتبدأ من هذا التاريخ صفحة جديدة ومشرقة لهذا الدير العامر. فقد قام نيافة الأنبا بشوي بقبول رغبات الرهبنة وسعى بكل جهده ومحبته لدى قداسة البابا المعظم للاعتراف بالرهبنة في دير القديسة دميانة، فكان له ما أراد وأصدر المجمع المقدس وثيقة الاعتراف الرسمي بالدير ليصبح الدير السادس في عداد أديرة الراهبات القبطية. وبالتالي بدأت الحياة الرهبانية في الدير تأخذ شكلها الرسمي والروحي وليعود مجد هذا الدير القديم، وخاصة بعد أن تم بناء دير جديد للراهبات يعد تحفة معمارية من الفن القبطي.
وتحتفل الكنيسة القبطية القديسة ديميانا الشهيدة بعيدين، هما عيد استشهادها في 13 أكتوبر 21 يناير، وعيد تكريس كنيستها بدرها العام في 12 بشانس 20 مايو. ولقد اعتادت الجموع أن تحتفل مع الدير احتفالا رئيسيا للقديسة ديميانا في عيد تكريس كنيستها، حيث يتوافد على الدير الألوف من كافة أنحاء الجمهورية لنوال البركة، ومن ثم يقوم الدير بإعداد الخيام لسفن الزوار في الأراضي المجاورة له شرقا. ويشتمل هذا الاحتفال على قداسات إلهية في كنائس الدير، وموكب لأيقونة القديسة ديميانا في كل أرجاء الدير وخارجه، حتى ينتهي المطاف بالكنيسة الكبرى بصلوات العشاء. سيبقى دير القديسة ديميانا في برارج القاز على مر الأجيال مقصدا لكثير من محبيها، الذين على مر الأجيال السابقة لمسوا مقدار الكرامة المعطاة لها.